فريق دفاع مدني في قطاع غزة يبحث عن الضحايا بين الأنقاض، فيستهدفهم الطيران الإسرائيلي بصاروخ موجه أمام عدسات الإعلام ليقتل بدم بارد 6 من المنقذين والمسعفين ويصيب 7 آخرين. علناً وجهاراً ترتكب قوات الاحتلال جريمة حرب بدم بارد عبر استهدافها أطقم الإسعاف والمطافئ والدفاع المدني، بل وحتى العاملين في الأمم المتحدة. وحدة التحقق والتحقيقات من المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي حددت موقع الجريمة الإسرائيلية بدقة، حيث أنها ارتكبت أمام مقر الدفاع المدني في منطقة تل الهوى في القطاع المحاصر. قارنت الوحدة صور الأقمار الصناعية وصورة مبنى الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية المقابل لمقر الدفاع المدني، فأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ارتكبت جريمة تنافي أبسط القيم الإنسانية باستهداف طواقم إنقاذ وضرب مبان تعليمية وإنسانية. المؤسسات المدنية الفلسطينية أدانت الهجوم على الفور، فعلى سبيل المثال أصدرت الهيئة العامة للدفاع المدني الفلسطيني والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بيانات تندد بالجريمة، لعل مجتمعاً دولياً يدعي الصمم يدين الجرائم الإسرائيلية. توثيق جديد يضم العشرات لا بل مئات التوثيقات على مدى السنوات الماضية عن كذب رواية المؤيدين للبروباغاندا الإسرائيلية بأنهم حريصون على حياة المدنيين وأن حماس تستخدم أهل غزة دروعاً بشرية. الحقيقة جلية، إلا أن أصحاب الأمر في القوى العظمى لا يريدون أن يروا أو يسمعوا أو يعوا. فمنذ 7 من شهر أكتوبر الجاري شنت إسرائيل 48 هجوماً على منشآت وطواقم صحية في فلسطين، وقتلت 12 طبيباً وممرضاً ومسعفاً، وأصابت 20 آخرين عدا عن 12 موظفاً أممياً.